بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى، احنا زي ما انت عارف الراوتينج بروتوكولز عندك انقسمت حاجتين. يعني وانا شغال في الراوتينج بروتوكولز، انا قلت لك اللي فيه جزئيتين. اول جزئيه بالنسبه لك كانت الاستاتيك، واحنا خلصناها مع بعض، اللي هو ستاتيك راوتينج ايه بروتوكولز. الجزئيه الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها اللي هو عباره عن الدايناميك راوتينج ايه بروتوكول. زي ما احنا اتكلمنا عن مزايا الاستاتيك، او امتى بستخدم الاستاتيك، امتى بستخدم الدايناميك. قال لك انت بتستخدم الاستاتيك في حاله النتورك عندك سيمبل، بسيطه سهله، ما فيش فيها ايه، ما فيش فيها روتس كتير، ما فيش فيها مسارات كتير، التغيرات اللي بتحصل عليها بتكون قليله، التغيرات اللي بتحصل معاك بتكون ايه، بتكون قليله، تمام. طيب لو انت شغال دايناميك، قال لك اكيد الفكر بيتغير. الفكرة بتغير ازاي؟ اللي بيكون عندك روتس كتير ومسارات كتير والشبكة بتاعتك كبيرة وكل شوية بيحصل فيها تغيير، بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها تغيير، فانت محتاج اللي انت تعرف المسارات بتاعتك بشكل ايه؟ اوتوماتيك، ما انتش محتاج ان انت كل شوية تقعد تعمل ايه؟ كونفيجريشن على الراوترز بتاعتك. طيب قال لك لما تيجي تبص على الدايناميك راوتنج ايه بروتوكولز، هتلاقيها بتنقسم لحاجتين. لا اما البروتوكول بيبقى عبارة عن اي جي بي بروتوكول، اي جي بي اللي اختصار انتيريور جيت واي بروتوكول، لا اما البروتوكول بتاعك بيكون عباره عن اي جي بي اللي هو عباره عن اكستيريور جيت واي بروتوكول. يبقى البروتوكول بتاعك لا اما بيكون اي جي بي لا اما بيكون اي جي بي. اي جي بي اللي هو عباره عن انتيريور جيت واي بروتوكول، الاي جي بي اللي هو عباره عن اكستيريور جيت واي بروتوكول. طب ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك الاي جي بي بروتوكول هو عباره عن بروتوكولات بتشتغل انسايد الاوتونوموس سيستم. انسايد الاوتونوموس سيستم يعني ايه؟ وزي ما انت عرفت، طب الاوتونوموس سيستم يعني ايه؟ مجموعه راوترات او اجهزه شغاله تحت ايه؟ تحت امره ايه؟ منظمه واحده او ايه؟ اوبريتور واحد، زي ما احنا اتكلمنا مع بعض، زي ما انت شايف، تمام؟ الراجل الراوترات دي تبع مثلا اي اس بي، فالراوترات دي احنا بنسميها كده كلها واقعه في اوتونوموس سيستم واحد، تمام؟ وفي عندك مجموعه راوترات ثانيه شغاله تبع اوتونوموس سيستم ثاني في شركه ثانيه. تمام؟ عندك مجموعه راوترات ثانيه شغاله مع اوتونوموس سيستم ايه ثاني في شركه ايه؟ في شركه ثانيه. طيب ايه الفكره؟ قال لك الاي جي بي بروتوكول اللي بيشتغل انسايد الاوتونوموس سيستم. يعني اي بروتوكول بتشغله انسايد الاوتونوموس سيستم او داخل الاوتونوموس سيستم بتاعك بيكون عباره عن اي جي بي بروتوكول. يبقى اي جي بي اللي هو عباره عن انسايد الايه؟ الاوتونوموس سيستم. طب اي جي بي؟ قال لك لو انت ما بين اثنين اي اس بي، يعني مثلا لو اوتونوموس سيستم واوتونوموس سيستم والاثنين حابين نوصلهم ببعض. لو احنا وصلناهم ببعض زي ما انت شايف، يبقى البروتوكول اللي هيستخدم في النص ما بينهم هو عباره عن بروتوكول اي جي بي اللي هو اكستيريور جيت واي بروتوكول، اللي هو بيجيب مسارات من اوتونوموس سيستم ويحطها في اوتونوموس سيستم ثاني. بيجيب مسارات من اوتونوموس سيستم ويحطها في الايه؟ في الاوتونوموس سيستم الايه؟ الثاني. فعشان كده احنا سميناه اي جي بي اللي هو عباره عن اكستيريور جيت واي بروتوكول. طب احنا تركيزنا في الاتش ساي ايه على ايه؟ قال لك تركيزك على الاي جي بي بروتوكول. الاي جي بي بروتوكول قال لك بينقسم لحاجتين، طريقتين، يا اما انت شغال حاجه اسمها ديستانس فيكتور، يا اما شغال ديستانس فيكتور، يا اما شغال لينك ستيت. يا اما شغال ديستانس فيكتور، يا اما شغال لينك ستيت. دول طريقتين. يبقى انت عندك في الاي جي بي بروتوكول في يعني زي تو ايه ميكانيزمز او ايه او حاجتين بنشتغل بيهم. لا اما انت شغال البروتوكول بتاعك ديستانس فيكتور بيهتم بالمسافه على حساب السرعه. بيهتم بالمسافه على حساب السرعه. ازاي؟ يعني لو انت عندك طريق يعني زي ما انت شايف اهو، فينا مثلا دي راوتر واصل بايه؟ براوتر تاني، وبعد كده في طريق هنا مباشر. تمام؟ الطريق المباشر اهو. وهنعتبر الطريق ده كله كابلات مثلا ايه؟ كابلات سريعه. طيب لو هنا قال لك الايه؟ لو هنا القصه بتقول لو انت عندك هنا في شبكه وهنا في شبكه ثانيه، الديستانس فيكتور بيهتم بالمسافه على حساب الايه؟ على حساب السرعه. بيهتم بالمسافه على حساب السرعه ازاي؟ لو انا قلت لك لو عندك طريقين، تمام؟ في طريقين هتنط على اثنين راوتر، تمام؟ والطريق الثاني عشان توصل للديستنيشن هتروح ايه؟ هتنط نطه واحده. قال لك الديستانس فيكتور بيهتم بالايه؟ اللي هو يروح للطريق الاقصر اللي هو بنطه واحده، حتى لو كان سرعه الكابل بطيئه. سرعه الكابل بطيئه ازاي؟ يعني مثلا لو هنا كابل بينقل بسرعه 1 ميجا مثلا،
تمام. وهنا الكابلات كلها شغاله مثلا ايه فاست ايثرنت 100 ميجا في الثانيه. قال لك الديستانس هيهتم بمين؟ الديستانس فيكتور هيهتم بالايه؟ اللي هو يروح للكابل النكست هوبس او عدد الهوبس فيه قليله. زي مين؟ زي هياخد اللينك اللي تحت دي. طب قال لك اللينك ستيت بيعمل ايه؟ قال لك بيهتم بالسرعه او بيهتم بالباندويتس على حساب الايه؟ على حساب المسافه. يعني لو هو في الحاله اللي قدامك دي هيهتم باللي هو الطريق اللي فوق نظرا لان الطريق اللي فوق هو اسرع منين؟ من الطريق اللي تحت. يبقى الراجل ده بيبني نظريته على المسافه اللي هو الديستانس فيكتور، والراجل ده بيبني نظرياته على الايه؟ على السرعه وحساب الايه؟ السرعه بتاعتي. قال لك الديستانس فيكتور البروتوكولز بتاعته زي مين؟ قال لك زي الريب بروتوكول اللي هو الايه؟ الريب اللي هو راوتنج انفورميشن بروتوكول. ده كان كنا بناخده زمان وبندرس فيه حاجات كتير وكان ليه عيوب كتير وازاي نتجنب العيوب والكلام ده كله. طبعا في الاصدار الجديد بتاع ال HCIA فيرجن 2.5 تمام، الاصدار ده ما بنشرحش فيه الريب. طيب الريب ده كان منه فيرجن 1 وفيرجن 2 وطبعا وكنا الفرق ما بينهم والكلام ده كله كنا ايه؟ كنا بنشرحه. طيب قال لك زي مين تاني؟ قال لك اللي هو البروتوكول بتاع الريبن جي. الريبن جي اللي هو جزء بيهتم بمين؟ بالاي بي فيرجن 6. يبقى ده البروتوكول اللي هو الريب بس النسخه بتاعت الاي بي فيرجن ايه؟ الاي بي فيرجن 6. يبقى انت عندك الريب اللي هي نسخه اصدار اي بي فيرجن 4 ونسخه الريبن جي اللي هو النكست جنريشن ده كان تبع الاي بي فيرجن 6. تمام؟ يبقى الريبن جي تبع مين؟ تبع الاي بي فيرجن ايه؟ الاي بي فيرجن 6. في مصطلحين مهمين لازم تفرق ما بينهم. في مصطلح اسمه راوتنج بروتوكول، راوتنج بروتوكول اللي هو البروتوكول المسؤول عن ايه؟ عن نقل الايه؟ عن نقلك للايه؟ من شبكه لشبكه. البروتوكول بيوصلك للايه؟ للديستنيشن. وفي حاجه اسمها راوتد بروتوكول. راوتد بروتوكول اللي هو عباره عن الباكت اللي انت بتنقلها فين؟ في الراوتنج. لو انت الباكت اللي بتنقلها اي بي فيرجن 4 يبقى دي راوتد بروتوكول. لو انت بتنقل اي بي فيرجن 6 يبقى دي راوتد ايه؟ بروتوكول. عشان في سؤال بيجي في الامتحان يقول لك ويتش اوف ذا فولوينج هو عباره عن ايه؟ بيمثل راوتد بروتوكول. ويجيب لك الاوز بيف ويجيب لك الريب ويجيب لك الاي بي فيجن 4 والاي بي فيجن 6. يبقى انت تختار مين؟ الاي بي فيجن 4 والاي بي فيجن 6. طب يجي يقول لك ايه اللي بيمثل راوتنج بروتوكول؟ راوتنج بروتوكول هي البروتوكولات المسؤوله اللي هي توصلك للديستنيشن. هيجي يقول لك زي الاوز بيف وزي مين؟ وزي الريب. يبقى في سؤال بيجي بيقول لك اي من الايه؟ من الاختيارات الاتيه يعبر عن الراوتد بروتوكول. راوتد بروتوكول يعني الباكت اللي انت بتنقلها وانت طالع فين؟ على الشبكه. هتبقى عباره عن اي بي فيجن 4 او اي بي فيجن 6، ده على سبيل المثال اللي هو الباكت اللي انت بتنقلها اللي هو التايب، التايب بتاعتك. انت شغال ايه؟ اي بي في النتورك لاير شغال اي بي فيجن 4 او اي بي فيجن 6، ده الايه؟ ده الباكت اللي انت بتنقلها، ده اسمها راوتد ايه؟ بروتوكول. طب اي من البروتوكولات الاتيه بيمثل راوتنج بروتوكول؟ ده البروتوكول المسؤول اللي هو ينقل الباكت نفسها سواء كانت اي بي فيجن 4 او اي بي فيجن 6 حسب الاصدار بتاع الايه؟ بتاع البروتوكول. يبقى ده اسمه ايه؟ راوتنج ايه؟ راوتنج بروتوكول. طيب زي مين؟ قال لك هنا زي ما قال لك اللي هو الريب، الريب ان جي ده في الديستنس فيكتور. طب قال لك في اللينك ستيت زي مين؟ قال لك زي الاوز بي اف. الاوز بي اف فيرجن 2 بالنسبه للاي بي فيرجن 4 والاوز بي اف فيرجن 3 بالنسبه للايه؟ للاي بي فيرجن 6. ده الاصدار بتاع مين؟ الاي بي فيجن 6. وبالنسبه عندك في بروتوكول اسمه الاي اس اي اس بنسميه الاس اس اللي هو اسمه انترميديت سيستم، انترميديت سيستم. وده ان شاء الله بتدرسه في الاتش اس اي بي، تدرس الايه؟ البروتوكول اللي هو الاي اس اي اس اللي هو الانترميديت سيستم، انترميديت سيستم. ده بتدرسه ان شاء الله فين؟ في الاتش اس اي بي. اما احنا هنا ان شاء الله هنركز وهنظبط على مين؟ على الاوز بي في فيرجن 2 وفيرجن 3 سواء كان النسخه بتاعت الاي بي فيرجن 4 او النسخه بتاعت الاي بي فيرجن 6. تمام؟ بيقول لك هنا يبقى انت زي ما اتفقنا مع بعض هنظبط على مين او هنركز على مين بقى في الايه؟ في الاتش اس اي ايه؟ قال لك هنركز على الدايناميك راوتنج بروتوكولز اي جي بي مين؟ لينك ستيت اللي هو مين؟ اللي هو الاوز بي. مش هنركز طبعا الاي اس اي اس ولا هنركز على الريب ولا الريب ان جي. تمام؟ فاحنا هنركز على الحاجات اللي احنا ايه؟ مسؤولين عنها اللي هو مين؟ اللي هو الاوز بي اف هنا باعتبار اللي هو لينك ستيت بروتوكول. وهنعرف احنا ليه بناخده وما بناخدش الديستانس زي ما احنا اتفقنا وقلنا مع بعض اللي ده بيهتم بالايه؟ بالمسافه على حساب السرعه
اما الراجل ده بيهتم على سرعة اللينك او بيهتم بسرعة اللينك على حساب المسافة اللي هو هيقطع. ده اللي احنا ايه؟ ده اللي احنا هنركز عليه. طيب قال لك الاي جي بي هتاخده فين؟ هتاخده في الاتش اس اي بي. الاي جي بي اللي هو عبارة عن اكستيريور جيت واي بروتوكول، وهتعرف بعد كده اللي هو شغال بميكانيزم اسمه الباص فيكتور، شغال بحاجة اسمها الايه؟ الباص فيكتور، تمام؟ والبروتوكول اللي مسؤول عن الكلام ده اسمه البي جي بي، اللي هو بوردر جيت واي بروتوكول. البروتوكول ده اللي مسؤول على انه ينقل المسارات بتوين الاوتونوموس سيستمز، او من ايه؟ من اوتونوموس سيستم لاوتونوموس سيستم. ده بتدرسه ان شاء الله لما بتيجي تشتغل في بدايتك في الايه؟ في الاتش اس اي بي. تمام؟ يبقى انت هنا هندرس مع بعض الايه؟ الرسمه دي طبعا مهمه. ده بتوضح لك الايه؟ الراوتنج بروتوكولز، وازاي انت هتقدر تتعامل معاها، وايه الحاجات الايه؟ اللي انت المفروض تفهمها علشان تقدر تخش على الايه؟ على الدنيا دي بايه؟ بكل بساطه وايه؟ وسهوله. هو حضرتك قلت الاي جي بي اسمه باص ايه؟ بوردر از بوردر جيت واي بروتوكول. بوردر جيت واي بروتوكول، لا اللي هي الباص واي، باص فيكتور. باص فيكتور، تمام؟ باص ايه؟ باص فيكتور. طيب تعالوا مع بعض دلوقتي هنركز على مين؟ على الاوزبير. اولا الاوزبير هو اختصار اوبن شورتست باص فيرست. يبقى لوز بيف اختصار اوبن شورتست باس فيرست، يعني افتح لي الطريق الايه؟ الاقصر على طول مباشره. اسمه اوبن شورتست باس ايه؟ باس فيرست. طيب قال لك اول حاجه في لوز بيف اهو زي ما احنا قلنا اختصار اوبن شورتست باس فيرست، زي ما انت شايف لو انت عندك شبكه، تمام؟ او سايت، وعندك سايت تاني او سايت سي وسي وسايت بي، عندك 3 سايتس زي ما انت شايف. كل سايت من دول اقدر اشغله بالايه؟ بالاوز بيف. لو عندي شبكات كثيره موجوده، تمام، وانا واصل على مستوى الوان، اقدر اعمل الشبكات دي بتاعتي من خلال الايه؟ الاوز بيف. طب قال لك مميزات الاوز بيف ايه؟ قال لك هو عباره عن مينيمال راوتنج ترافيك. مينيمال راوتنج ترافيك يعني ايه؟ يعني الترافيك بتاعه او ترافيك البروتوكول نفسه، لان انت هتعرف بعد كده اللي دايما انا بقول لك في اي حاجه احنا بناخدها في كنترول، في جزء خاص بالكنترول وجزء خاص بالايه؟ بالداتا. جزء الكنترول اللي هو ده عباره عن رسائل الايه؟ قال لك ده الرسائل بتاعه البروتوكول نفسه. اما جزء الداتا اللي هو الايه؟ الفوروردنج، لما تيجي تبعت بقى ايه؟ تيجي تبعت داتا اوريدي. فهنا بيقول لك مينيمال راوتنج ترافيك، يعني ايه؟ يعني الترافيك بتاعه زي ما احنا بنقول قليل. ليه؟ لان ما فيش فيه راوتنج ابديتس كتير. كان عندك على عكس الريب كان يقول لك ايه؟ كل 30 ثانيه ابتدي ابعت تحديث بالايه؟ بالدنيا بتاعتي. ابعت تحديث ازاي؟ يعني مثلا لو انا عندي شبكه مثلا هنا اكس، وده عنده شبكه مثلا زد، وده عنده شبكه ايه؟ واي. كان كل 30 ثانيه الراجل ده يبعت يقول لك انا عندي اكس. كان يبعت لجاره يقول له انا عندي اكس، ويقول له الراجل ده ايه؟ انا عندي اكس. الراجل الثاني بعد 30 ثانيه برضه يبعت له يقول له انا عندي واي، ويقول له الراجل ده انا عندي مين؟ انا عندي واي. فهنا قال لك الراجل ده ايه؟ قال لك الترافيكس بتاعته، تمام، قليله، ما بيبعتش برودكاست، يعني ما بيبعتش الرسائل بتاعته برودكاست. برودكاست يعني ايه؟ يعني الريب كان بيبعت رسائل برودكاست، يعني اول لما يقول ايه يبعت الابديت، بيبعت الابديت برودكاست، تمام. اما في الاوز بيف بيبعت الرسائل بتاعته مالتي كاست. مالتي كاست يعني مين؟ يعني بيبعتها للناس اللي هم ايه؟ اللي شغالين اوز بيف، تمام. ما بيبعتش لمين؟ للناس اللي مش شغاله اوز بيف. يعني لو الراوتر ده شغال اوز بيف، وده شغال اوز بيف، وده اوز بيف، بيبعت لمين؟ للناس اللي شغاله اوز بيف. بيبعتها ايه؟ زي ما احنا اتفقنا بيبعتها مالتي كاست، تمام. بيبعتها مالتي كاست. مالتي كاست احنا اتفقنا ان احنا بنبعت لسبيسيفيك جروب او جروب معين، لو انت فاكر معايا. طب بيبعت البرودكاست بتاعته على ايباد كام؟ قال لك بيبعت على 224.0.0.5، وبيبعت على 224.0.0.6. عنده 2 اي بي بيبعت رسائله عليها رقميا، او 2 اي بي اللي هو كام؟ 224.0.0.5 و224.0.0.6. وهتعرف بعد كده امتى ببعت على 5 وامتى ببعت على كام؟ على 6. يبقى انت بتعرف كده، بتكتب معايا ان الاوز بيف بيبعت رسائله مالتي كاست على 224.0.0.5 و224.0.0.6. هو رابط كونفرجنز. يعني ايه رابط كونفرجنز؟ يعني لو حصل قطع عند الراوتر ده مش هينتظر اي وقت، لا ده هيبعت على طول، يبتدي يبعت الايه؟ الابديت على طول مباشره. فاست ايه؟ فاست كونفرجنز.
يعني لو حصل قطع عند الراجل ده هيبتدي يبعت للجيران بتوعه تمام يقول لهم ده في قطع على مستوى الايه شبكه واي احذفوا الشبكه من عندهم. لو حد عنده مسار جديد بالنسبه لشبكه واي يبعته له، لو ما حدش عنده مسار يبتدي يحذف الايه يحذف المسار ده ايه من عنده تمام. بيقول لك سكيلابل. سكيلابل يعني ايه؟ يعني بيسبورت معاك انليمتد ايه هوب كاونتس، يعني يقدر يسبورت معاك عدد كبير منين من الراوترات على عكس الريب. الريب كان بيسبورت معاك لحد 15 راوتر، الراجل ده بيسبورت معاك انليمتد ايه هوب كاونتس، تمام، عدد كبير منين من الراوترات، يعني الشبكه بتاعتك بتكون كبيره. اكيوريت روت ماتريكس، حساباته للماتريكس او حساباته للقوس بتتم بناء على المعادله او على حسابه على ايه على الباند ويدث، اللي هو دايما بيحسب الكوست بتاعه 10 اس 8 على الايه على الباند ويدث. وهتعرف بعد كده ان احنا ممكن نعدل الايه المعادله او الريفرنس ايه باند ويدث بتاعه. يبقى هو بيحسب الكوست بتاعه وهو طالع من الانترفيس عشان يوصل للشبكه واي هيتكلف كام، ايه المعادله اللي هو بيستخدمها اللي هي 10 اس 8 على الايه على الباند ويدث. وهنعرف الكلام ده ايه بالتفصيل. يبقى ليه مجموعه من الايه من الفيتشرز بتاعته اللي هو مينيمال راوتنج ترافيكس، لانه بيبعت الدنيا بتاعته مالتي كاست على 224.0.0.5 او بيبعت على 224.0.0.6. رابط كونفيرجنس، لما بيحصل اي فيل في اي نتورك متصله باي راوتر شغال او اس بي اف بيبتدي يبعت مباشره الابديت الجديد. سكيلابل لانه هو انليمتد هوب كاونت، تمام، انليمتد هوب كاونت لانه بيسبورت عدد كبير من الراوترات. accurate route matrix لانه بيستخدم في حساباته بيهتم بالسرعه، وبالتالي طالما بيهتم بالسرعه او الباند ويدث يبقى حساباته هتكون دقيقه وهيقدر يوصلك لافضل مسار للايه للشبكه بتاعتك. ده بالنسبه لايه للاوز بي اف. قال لك بعد كده طب الاوز بي اف بيشتغل ازاي او ايه اللي بيحصل. قال لك كل راوتر من الراوترز اللي شغاله بالاوز بي اف بيبقى عنده حاجه اسمها ال LSA اللي عباره عن link state advertisement، تمام، بيبقى عنده ايه ال LSA بتاعته، يعني توصيف للايه لللينك الايه المتصله بيه. يعني ال RTP بيتصل بيه شبكه اكس، وده مثلا شبكه زد، وده شبكه مين، وده شبكه واي مثلا. فالراجل ده بيبقى عنده توصيف للايه للشبكه اكس، وتوصيف للشبكه زد، وتوصيف للشبكه مين واي. كل واحد عنده ال LSA، تمام. ال LSA دي كلها بيبتدي يحصل لها زي ما احنا ايه كل واحد بيبعت ال LSA اللي عنده لايه لجاره، تمام، بيبعت الايه ال LSA اللي هي اللينك ستيت ادفرتايزمنت بيبعتها لمين لجاره. بعد ما يبعتها لجاره كل واحد بيبقى عنده مين، عنده الداتابيس كلها بتاعت مين، بتاعت الايه الشبكه كلها، اللي هو ده اللي احنا بنقول عليه اللي هي التوبولوجي. التوبولوجي كلها، التوبولوجي تيبل بتاع الايه بتاع الايه الشبكه كلها. يعني من الاخر كده كل واحد بيبعت ال LSA بتاعته، وبعد ما يبعت ال LSA بتاعته بيبتدي نعمل سينكرونايزيشن، تمام، بنعمل سينكرونايزيشن مع بعض بحيث ان احنا نكون ال LSDB اللي هي عباره عن لينك ستيت داتابيز. بنكون مع بعض الداتابيز اللي بيبقى فيها ال LSA بتاعت الراوتر الاولاني وال LSA بتاعت الراوتر الثاني وال LSA بتاعت الايه الراوتر الثالث. طيب بعد ما بعرف الايه ال LSA بتاعت كل الايه كل الراوترات اللي هي النيبرز بتوعي اللي هم جيران، بعمل ايه؟ قال لك بتبتدي ترن الجوريزم اسمه شورتست باس فيرست. شورتست باس فيرست ده بيبتدي يحسب لك الايه المسارات. بيحسبها ازاي؟ بيحط الراوتر، بيحط كل راوتر الار تي اي بيحط نفسه على انه الروت، ويبتدي يبص على كل الايه كل المسارات اللي موجوده لحد ايه كل الشبكات اللي موجوده. يعني مثلا الار تي اي بيبص على الشبكه اكس عنده كام طريق علشان يروح لاكس، وعنده كام طريق عشان يروح لزد، وبيبتدي يختار اقصر مسار اللي هو شورتست باس بتاعه، وبيبتدي يختاره بناء على الشورتست باس فيرست ايه الجوريزم. وبعد كده بيرمي المسار اللي هو اللي اقصر مسار او افضل مسار بيرميه في الراوتنج تيبل زي ما احنا اتفقنا مع بعض. يبقى انت تعالى نعيدها تاني مع بعض. اول حاجه كل واحد عنده ال LSA بالشبكات الدايركت كونكتد بيه، بيبتدي يعمل فلاد. فلاد يعني ايه؟ يعني كل واحد بيبعت لايه لجاره، وهنعرف ازاي بيبعت الكلام ده. بيبعت له ال LSA بتاعته، بعد ما يبعت له ال LSA بيبتدي يعمل سينكرونايزيشن. كلنا بنعمل سينكرونايزيشن مع بعض، ونبتدي نبني ال LSDB اللي هي عباره عن اللينك ستيت داتابيز اللي بتحتوي على كل الايه؟ على كل ال LSA بتاعت كل الراوترات اللي موجوده ان ذا سيم اريا. لانك هتعرف بعد كده اللي انت عندك الاوز بي اف بينقسم لاكتر من اريا، يعني مش بيسبورت عندك ايه اريا واحده او منطقه، لا ده بيقسم لك الراوتنج دومين بتاعك لاكتر من ايه؟ لاكتر من اريا،
او اكتر من ايه من منطقه، هتعرف الكلام ده كله ايه ان شاء الله واحنا شغالين مع بعض في الايه في السلايدز. بعد كده هيبتدي يشغل الاس بي اف اللي هو عباره عن شورتست باس فيرست الجوريزم، يبتدي يطلع افضل مسار ويبتدي ينزله فين في الراوتنج ايه تيبل بتاعه. كل راوتر طبعا هيرن الايه الاس بي اف ويبتدي يحسب الايه افضل مسار بالنسبه للشبكه بتاعته او ايه او للديستنيشن. بيعرفك بعد كده على حاجه اسمها الايه الراوتر اي دي. الراوتر اي دي بالنسبه لك تمام اللي هو عباره عن ايه؟ عن المعرف بتاعك داخل مين؟ داخل الاوز بي اف. يعني الراجل ده يشتغل اوز بي اف، الراجل ده يشتغل اوز بي اف، تمام؟ الراجل ده يشتغل اوز بي اف. او انت بتشتغل اوز بي اف، احنا محتاجين يبقى لك زي معرف كده وانت شغال بالاوز بي اف، زي اي دي. تمام؟ فالراوتر اي دي ده بيكون عباره عن ايه؟ قال لك الراوتر اي دي الفورمات بتاعه هو عباره عن 32 بت زيه زي الاي بي. يعني بس ده مختلف، يعني هو مش اي بي، هو بالنسبه لك يعد زي اي دي كده، بنسميه راوتر ايه؟ اي دي، بس هو شبيه بمين؟ بالاي بي، هو عباره عن 32 بت، ده بيبقى عباره عن المعرف بتاعت انسايد الايه؟ الراوتنج دومين بتاع الايه؟ بتاع الاوز بي. يعني انا لما اجي انادي على 111 يبقى ده بعتبر اللي هو مين؟ اللي هو الار تي ايه، يعني بدل ما اقول انت ار تي ايه لا بنادي عليك باربع وحات. بنادي على الار تي بي بدل ما اقول ار تي بي بنادي عليه باربع اتنينات، بدل ما انادي على ار تي سي بنادي عليه باربع ايه؟ باربع تلاتات. طيب الراوتر اي دي ده انت بتعمله ازاي؟ قال لك الراوتر اي دي بالنسبه لك باول حاجه عندك بناء على مجموعه من الايه؟ من الكارتريز، وده اسئله بتيجي في الامتحان. قال لك اول حاجه الراوتر اي دي يا اما بتعمله مانيوالي كونفيجرد باي الادمنستريتور، انت اللي بتعمله كونفيجريشن مانيوالي بايدك، يبقى دي اول طريقه. تمام؟ اول طريقه اللي انت بتعمله كونفيجريشن مانيوالي ايه؟ بايدك. طيب ودي طبعا ريكومندد، ريكومندد يعني ايه؟ يعني احنا بننصحك ان انت تعمل الايه؟ الراوتر اي دي مانيوالي كونفيجرد باي ايه؟ باي ادمنستريتور يعني بايدك انت، يبقى انت تعمله مانيوالي ايه؟ كونفيجر. طيب لو ما عرفتش اعمله مانوال كونفيجر قال لك هيبتدي يشوف اعلى لوب باك اي بي، تمام؟ اعلى لوب باك اي بي ادرس موجود عندك على الراوتر ويبتدي يحطه على انه ايه؟ على انه الراوتر اي بي. ازاي؟ قال لك هيبتدي يبص على الايه؟ الراجل ده لو عليه لوب باك انترفيس، انت هتعرف بعد كده احنا ممكن نعمل لوب باك انترفيس على الراوتر اللي هو انترفيسز وهميه، بيحط هنا لوب باك ويحط هنا لوب باك، تمام؟ مثلا في اي بي لوب باك وليكن 192 168 مثلا 10، ده لوب باك، ده شبكه لوب باك. وشبكه ثانيه مثلا 192 168 20 او 21، ده اي بي لوب باك. هيختار مين؟ قال لك هيختار الاعلى. يبقى ايه؟ بيبتدي يشوف اعلى لوب باك اي بي موجود على الراوتر ويحطه على انه الايه؟ الراوتر اي دي. وده ثاني حاجه اللي هو بيبص على اعلى لوب باك ايه؟ انترفيس موجود اي بي. ويبتدي يحطه على ايه؟ على انه الراوتر اي دي بتاعه. طيب طب لو مفيش لوب باك او انا ما عملتش كونفيجريشن للوب باك هيبص على اعلى فيزيكال اكتف ايه؟ اي بي ادرس موجود على الايه؟ على الانترفيسز بتاعتي. ازاي؟ يعني مثلا لو انا عندي اللينكه دي واخده اي بي ودي واخد اي بي، ده واخد اي بي 10 0 10 2 وده واخد 10 0 20 2. هياخد مين؟ قال لك هياخد 10 0 20 2 ويعمله على انه الايه؟ على انه الراوتر اي دي. بياخد اعلى فيزيكال اكتف ايه؟ انترفيس اي بي ادرس موجود. يبقى اول حاجه مانوال كونفيجرد، ركز علشان هرجع بعد كده اقول لك في الاوز بي في فيجن 3 الراوتر اي دي بيتم انتخابه اونلي مانوال كونفيجرد. الاوز بي في فيجن كام؟ فيجن 3. حاجه اغير لك الايه؟ المفهوم. هقول لك لان اي بي فيجن 6 تمام والدنيا بتاعته مختلفة، تمام الدنيا بتاعته مختلفة، انت لازم تعمل هنا في الاوز بي في فيجن 3 بتاع الاي بي فيجن 6 لازم تعمل له مانوال كونفيجرد باي الايه؟ باي الادمنستريتور. انا عاوزك تعمل له مانوال ايه؟ كونفيجرد. اما هنا انا بقول لك لا، اما بيكون مانوال كونفيجرد لو انت ما عرفتش تعمله مانوال كونفيجرد بتشوف اعلى لوب باك اي بي ادرس موجود. لو ما فيش لوب باك بتبص على اعلى اي بي بتاع فيزيكال اكتف ايه؟ انترفيس موجود اوريدي عندك على الايه؟ على الديفايس بتاعك. تمام كده؟ ده الايه؟ ده اللي انا بقوله. طيب تعالى بعد كده على الجزئيه اللي بعد كده. بيقول لك بعد كده ان الاوز بي اف بيسبورت عندك اكتر من نوع او اكتر من توبولوجي موجوده. بيسبورت عندك اكتر من نوع للتوبولوجي. بيسبورت عندك البرودكاست توبولوجي زي ما انت شايف. تمام؟ بيسبورت الايه؟ البرودكاست ايه؟ توبولوجي. البرودكاست بالنسبه لك اللي انت بقى فيه هنا سويتش
تمام، وموصل عليه اكتر من ايه؟ اكتر من راوتر، هو بيسبورت هنا الشبكات الايه؟ البرودكاست. لو انت عامل توبولوجي برودكاست في سويتش في النص وموصل عليه اكتر من راوتر، يبقى الاوز بيف بتاعك بيقدر يسبورت الايه؟ الشبكه دي، وتقدر تتعامل معاه وتقدر ايه؟ تشتغل اوز بيف عادي مفيش مشكله. بيقدر يسبورت معاك الشبكات البوينت تو بوينت، البوينت تو بوينت زي ما اتفقنا مع بعض، زي ما انت شايف كده بوينت تو بوينت. وهنا بالنسبه لك الشبكه دي بنعتبرها برودكاست، وانت ممكن تغير النتورك تايب بتاعها تخليه بوينت تو بوينت، لان هنا زي ما احنا قلنا ان شبكات الايثرنت لما بتحط كابل ايثرنت تمام بنعتبر الشبكه هي شبكه برودكاست، حتى لو كانت في شكلها هي من نقطه لنقطه. فبقول لك انت ممكن تغير الايه الكلام ده كله في الايه في الشغل بتاعك. ممكن تغيره ازاي؟ ممكن تعمل نتورك تايب تمام تغيرها تخليها الايه؟ تخليها بوينت تو بوينت تمام. يبقى اول نوع بيسبورت الاوز بيف بيسبورت الايه؟ البوينت تو بوينت، وبيسبورت البرودكاست سواء كان البرودكاست في الشكل بتاعها اللي انت شايفه قبل كده، او كان في الشكل اللي انت شايفه اللي هي بتقول على انها بوينت تو بوينت بس هي في الاصل هي ايه؟ هي برودكاست. انت ممكن تغير النتورك تايب بتاعها في الايه؟ في الكونفجريشن، وهتعرف ليه بعد كده. هتعرف انت بتعمل الكلام ده كله ايه؟ ليه؟ قال لك النوع الثالث والنوع الرابع بيسبورت حاجه اسمها ال NBMA اللي هو عباره عن نون برودكاست مالتي اكسس نتورك. تمام؟ اللي هو ايه؟ نون برودكاست مالتي اكسس ايه؟ نتورك، وشبكات البوينت تو مالتي بوينت. طبعا الكلام ده كله كان بيبقى عليه شغل جامد لما كنا بناخد حاجه اسمها الفريم ريلي. طبعا زي ما انت شايف هنا لو المنهج بتاع ال HSIA اتحذف منه الايه الفريم ريلي. الفريم ريلي ده عباره عن كان عباره عن تكنولوجي تمام بنستخدمها لما نعوز نوصل فرعين ببعض، يعني مثلا ده فرع تمام وده فرع تمام وده فرع، فاحنا ممكن نوصلهم زي ما انت هتعرف بعد كده من خلال الوان تكنولوجي، ممكن توصلهم باكتر من طريق، توصلهم بايه؟ باكتر من طريق تمام، اللي هي طريقه البوينت تو بوينت اللي هو التريبل بي، لا اما من خلال الفريم ريلي هنعرف الكلام ده كله، لا اما من خلال فريم ريلي او اي تي ام. الكلام ده طبعا كله محذوف اللي هو الفريم ريلي والايه والاي تي ام، الكلام ده طبعا ما عادش موجود، لان هتعرف بعد كده الدنيا دي كلها كانت شيرد، يعني كل الناس بتبقى متوصله على فريم ريلي سويتش، كل الناس اللي موجوده في السنترال متوصله على نفس الفريم ريلي سويتش. فده كان بيعمل ايه؟ كان ممكن بيحصل فيه مشكله. ازاي يعني؟ ممكن بتبقى شيرد مع الناس كلها، فممكن يحصل لحد يقدر ايه ينترسبت الايه الداتا بتاعتك، فكان بيحصل معاك مشكله وتبتدي تاجر حاجات اسمها الديلسي هات والفيرشوال سيركتس والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله كان قبل كده بيتشرح في ايه في موديول لوحده اللي هو انت ازاي تستعمل او تستخدم الفريم ريلي والكلام ده كله. اما هنا انت مطلوب منك في النقطه دي ايه عشان نبقى واضحين؟ مطلوب منك ان انت تعرف ان الراجل ده او الاوز بيف بيسبورت الايه؟ النون برودكاست مالتي اكسس، بيسبورت الشبكات اللي اسمها هاب اند سبوك، اللي هي شبكات بنسميها هاب اند سبوك، اللي بيكون في حاجه اسمها الريس تمام، حاجه اسمها الدي ار، وهتعرف الكلام ده كله. وفي عندك الايه في الشبكات اللي هي الايه الدي ار اذرز، هنعرف الكلام ده كله مع بعض. بس انت اللي يهمني هنا في الحته دي اللي انت تعرف ان الراجل ده بيسبورت ال ان بي ام ايه، وبيسبورت البوينت ايه تو مالتي بوينت. دي اشكال للايه للنتورك اللي هو بيسبورتها. بس انت مش محتاج تعرف من في الايه في الحته ده اكتر من كده، عشان في سؤال بيجي في الامتحان بيقول لك الاوز بي اف ايه التوبولوجيز اللي هو بيسبورتها. هتبتدي تقول له بوينت تو بوينت، وهتقول له برودكاست، وهتقول له الايه ال ان بي ام اي، وهتقول له الايه البوينت تو مالتي ايه تو مالتي بول تمام، وهتبتدي تقول له البوينت ايه تو مالتي بول. تعال نبص لو احنا اول حاجه هقول لك لو احنا بنشتغل مع بعض. باشمهندسه امان اتفضلي. دكتور معلش هو النت قطع عندي في السلايد اللي فاتت، فممكن تعيدها تاني؟ السلايد اللي فاتت تمام. الصيد اللي فاتت انا مطلوب بس اللي انت تعرف اللي كان فيه توبولوجيز قديمه كنا بنستخدمها زمان اللي هي الايه؟ لو انا شغال على اي تي ام او فريم ريلي تمام، يبقى انا كنت بشتغل التوبولوجي بتاعتي مع الاوز بي اف بسميها ان بي ام اي اللي هو نون برودكاست مالتي اكسس توبولوجي، وكنت بشتغل مع البوينت تو مالتي بوينت. طبعا الكلام ده كله ما عادش موجود دلوقتي، لان ما عادش حد بيستخدم لا الاي تي ام ولا الفريم ريلي تكنولوجي في ايه في توصيل الفروع ببعضها. انا محتاجك بس تعرف الايه؟ تعرف ان في عندك كان في سؤال بنقول اللي هو ايه بيقول لك الاوز بيف بيسبورت توبولوجيز زي ايه؟ زي اللي هي البوينت تو بوينت والبرودكاست والان بي ام ايه
والايه والبوينت وتومالتي ايه ده اللي انا محتاجك تعرفه في الايه في الجزئيات دي. ما انت تعرف ان الاوز بي اف بيسبورت معاك الايه الاربع حاجات او الاربع اشكال للنتورك زي ما احنا ايه زي ما احنا اتفقنا مع بعض. تعال هنا في السلايدز دي بيقول لك طب لو انا شغال برودكاست ايه اللي هيحصل؟ قال لك لو انت شغال برودكاست زي ما انت شايف تمام، هل انت المفروض لو احنا قاعدين مع بعض في نفس المكان يعني كلنا في كلاس واحد مع بعض، هل احنا كلنا نقدر نكون ريليشن شيبس مع بعض مباشره او نبقى اصدقاء كلنا مع بعض؟ فاهم يعني هنا لو انت عندك في نتورك زي ما انت شايف كده قدامك في عندك ار تي اي وار تي بي وار تي سي وايه وار تي دي، الاربع راوترات دول كلهم مع بعض في نفس الايه في نفس النتورك، لان احنا قلنا ده ايه ده برودكاست. فالمفروض الطبيعي ان الراجل ار تي اي هيكون جيره مع مين، او هيكون جيره هيعمل علاقه مع مين، مع ار تي سي ومع مين ومع ار تي دي، ويعمل علاقه برضه مع مين مع ار تي بي. يعني كل واحد هيبتدي يعمل ريليشن شيب مع مين، مع كل الجيران بتوعه اللي هو مين ار تي اي يعمل مع ار تي سي وار تي دي وار تي بي وار تي بي، يعني زي ما احنا بنقول ايه اللي هي عباره عن ايه عن ايه عن فول ايه زي فول مش فول مش بالنسبه لي يعني ايه يعني انا واصل على كل مين ابتدي اعمل نيبر ريليشن شيب على كل الايه على كل الراوترات زي ما انتم شايفين. يعني ار تي اي يعمل ريليشن شيب مع ار تي سي وار تي دي وار تي بي، وار تي بي يعمل مع ار تي اي تمام وار تي دي وار تي اي وار تي سي، يعني كلنا هنعمل ايه ريليشن شيبس مع بعض. قال لك الكلام ده كله قال لك مش ايه مش عملي. مش عملي ازاي؟ احنا كلنا قاعدين مع بعض في نفس المكان، احنا كلنا قاعدين مع بعض في نفس المكان، ليه بقى كلنا نبتدي يعني ايه نعمل ريليشن شيبس مع بعض؟ وده هيستهلك مننا جهد كبير. جهد كبير ازاي؟ يعني الراجل ده لما يعمل ريليشن شيب مع الراجل ده تمام هيبتدي يطلب منه الايه؟ يقول له هات لي المعلومات اللي عندك وانت تجيب لي المعلومات اللي عندي، اللي هي الال اس ايه؟ فلاضل. يعني كل واحد هيبعت الال اس ايه للتاني. طب قال لك ليه؟ طالما احنا كلنا قاعدين مع بعض في نفس البرودكاست، طب ما احنا نجيب ريس ايه هو اللي ايه؟ هو اللي اظبط الدنيا معاه ونائب للريس. الريس هنا بالنسبه لك اللي هو بيكون اسمه دي ار. الدي ار اللي هو عباره عن ايه؟ عن الريس اللي كل الناس هتبتدي تعمل ريليشن شيب معاه. كل الناس تعمل ايه؟ ريليشن شيب معاه اللي هو سواء كان ار تي بي او ار تي اي تمام او مين او ار تي سي. يبقى الريس كل الناس هتعمل ايه؟ هتعمل ريليشن شيب معاه او هتعمل علاقه جيره ايه؟ معاه. طب بعد كده قال لك هينتخب نائب للريس اللي هو البي دي ار. البي دي ار ده برضه الناس كلها تعمل ريليشن شيب معاه سواء كان ار تي اي تمام او ار تي بي او مين او ار تي دي. طب قال لك اللي هم الناس اللي هم لا ريس ولا نائب للريس يعملوا ايه مع بعض؟ سواء كان ار تي اي او مين او ار تي بي. قال لك الار تي اي والار تي بي ما يقدروش يعملوا ايه؟ ما يقدروش يعملوا ريليشن شيب مع بعض ولا يقدروا يبعتوا لبعض اي حاجه، لان احنا بنعتبرهم هنا اللي هم عباره عن ايه؟ بنعتبرهم على انهم ايه؟ قال لك بنعتبرهم على انهم دي ار اذرز. دي ار اذرز يعني ايه؟ يعني لا هو رئيس ولا هو نائب للرئيس، ده ناس من عامه الايه؟ من عامه الشعب. تمام؟ بنعتبرهم ناس ايه؟ من عامه الشعب ما يقدروش يعملوا ريليشن شيب. يبقى انت زي ما انت فاهم او انت شايف قدامك لما نكون كلنا قاعدين مع بعض في نفس الايه؟ البرودكاست، مش الطبيعي ان كلنا نعمل ريليشن شيب مع بعض. طب ما احنا ممكن يبقى في رئيس ونائب للرئيس هو اللي نقدر نعمل معاهم ايه؟ ريليشن شيب. تمام؟ في عندك رئيس ونائب ايه؟ للرئيس، كلنا نقدر نعمل معاهم ايه؟ ريليشن شيب. لان الريليشن شيب انواع، في عندك نيبر ريليشن شيب وفي عندك حاجه اسمها الايه الادجيسنت. الادجيسنت ايه ريليشن شيب. ففي عندك نيبر ريليشن شيب وفي ادجيسنت ريليشن شيب. ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك النيبر ريليشن شيب اللي انت مجرد ما بتقول له ايه السلام عليكم بيقول لك وعليكم السلام، ده اسمه نيبر ايه ريليشن شيب. يعني انا لما اقابل واحد او انا قاعد في بيتنا وعندي جاري، مجرد لما اقول لجاري السلام عليكم واقول له عليكم السلام يبقى احنا كده نيبر ايه ريليشن شيب. لكن لو انا قلت له السلام عليكم وعليكم السلام وبدات اقول له طب انت عندك ايه؟ ما عندكش تسلفني مثلا شويه مش عارف ايه؟ ما عندكش تسلفني مثلا انا عندي ناقص مثلا ما فيش ملح فهات لي شويه ملح من عندك، هات لي شويه مش عارف ايه من عندك، بدانا ايه نكون علاقات مع بعض. فكده احنا دخلنا في مرحله الادجيسنت، يعني احنا بقينا اصحاب وبقينا بنتبادل الايه؟ المعلومات مع بعض وبنقدر ناخد من بعض حاجات وده بيدي لي حاجات وايه؟ وانا ادي له حاجات. فقال لك مرحله النيبر ريليشن شيب لو احنا الاثنين
زي ما بنقول من عامة الشعب اللي هم الارت ايه وايه والارت بي. يبقى احنا بنقعد بنعمل مع بعض نيبر ريليشن شيب. يعني ايه نيبر ريليشن شيب؟ يعني بقول له السلام عليكم وعليكم السلام وخلاص، احنا عارفين ان احنا جنب بعض بس ما بنعملش اي تبادل مع بعض خالص لاي ايه لاي معلومات. طب بالنسبه للارت سي مع الارت دي ايه اللي بيحصل؟ قال لك لا، بالنسبه لو الارت ايه مع الارت سي لا ده بتفرق هنا، احنا بنقول السلام عليكم وعليكم السلام ويبتدي يبعت لي المعلومات اللي عندك وانا ابعت لي المعلومات الايه اللي عندي. فاحنا بنترقى لمرحله الايه الادجيسنت ريليشن شيب اللي هي علاقه الجوار اللي احنا بقينا اصحاب قوي. فطالما احنا بقينا اصحاب قوي زي ما احنا بنقول يبقى احنا ايه نقدر اللي احنا نبعت الايه اللي ايه المعلومات او نبعت الروتس اللي موجوده عندنا الايه لبعض او نعمل ال اس اف لادنج. هتعرف بعد كده اللي احنا كل واحد هيبعت ال اس اف بتاعته للتاني وبعد كده هنعمل سينكرونايزيشن للداتابيز وكل الكلام ده كله ونبتدي نرن الايه الاس بي اف اللي هو الشورتست باس فيرست ونطلع افضل مسار. قال لك كل الكلام ده احنا بنعمله ليه؟ علشان نعمل ليميتد للايه لحته الرسائل بتاعه الاوس بي اف. ليه؟ لان مش معنى ان احنا كلنا مع بعض في نفس البرودكاست يبقى احنا كلنا نعمل ادجيسنت ريليشن شيب. ما احنا ممكن نقسمها زي ما احنا بنقول، نقسمها ايه زي ما احنا ايه زي ما احنا بنقول. طيب انتخاب الدي ار والبي دي ار بيتم على ايه؟ على اي اساس؟ يبقى انتخاب الدي ار والايه والبي دي ار بيتم على انهي اساس؟ قال لك الدي ار بيتم انتخابه اول حاجه بنبص على الهايست برايورتي، اعلى واحد في البرايورتي في الاوس بي اف. يعني كل واحد موجود في الراوترز دي بيبقى له برايورتي، تمام؟ البرايورتي بتاعتك من 0 ل 255، تمام؟ انت اعلى واحد واخد برايورتي هو اللي يتم انتخابه على انه ايه؟ على انه الدي ار، واللي بعده على طول يتم انتخابه على انه مين؟ على انه البي دي ار. طب لو كلنا تساوينا مع بعض في البرايورتي بنعمل ايه؟ قال لك تبص على الاعلى راوتر اي دي، اعلى واحد فيهم بالنسبه لايه؟ للراوتر اي دي. مين اعلى فيهم في الراوتر اي دي لو انت ملاحظ هنا؟ قال لك اعلى واحد اللي هو الار تي دي اللي هو واخد اربع ايه؟ اربع اربعات، يبقى ده الرئيس. واللي بعده مين؟ اللي بعده اللي هو الار تي سي اللي هو ايه؟ اربع ايه؟ اربع ثلاثات. يبقى في عندك كارتيرياز لايه؟ لاختيار الدي ار والبي دي ار. اول حاجه بتشوف الاعلى في البرايورتي. لو انت الاعلى في البرايورتي يبقى انتخابك ايه؟ على انك دي ار او ديزيجنيتد راوتر. يبقى الدي ار بنسميه ديزيجنيتد راوتر. طب البي دي ار اللي هو الباك اب ديزيجنيتد راوتر اللي هو ايه؟ نايب مين؟ نايب الرئيس. يبقى اول حاجه بتبص على البرايورتي، تساوينا في البرايورتي بنبص على الاعلى راوتر اي دي. الاعلى في الراوتر ايه؟ اي دي. زي ما انت شايف زي ما انا قلت لك في عندك نيبر ريليشن شيب وفي ادجيسنت ريليشن شيب. الار تي ايه مع الار تي دي بيعمل ادجيسنت ايه ريليشن شيب. ليه؟ لان انا علاقه الجيره بتاعتي مع مين؟ مع الدي ار، فلابد ليها تكون ايه؟ ادجيسنت ايه ريليشن شيب. تمام؟ طيب لو الار تي ايه مع الار تي بي علاقه نيبر ريليشن شيب. السلام عليكم وعليكم ايه؟ السلام. اللي احنا بنسميه ايه؟ نيبر ايه؟ ريليشن شيب. تعال مع بعض نشوف الايه باشمهندس مروان اتفضل. هو في السلايد اللي فات البي دي ار كان مع البي دي ار مع الار تي بي. اه ما كل حاجه بص انت بتبقى مع الرئيس ونائب الرئيس ادجيسنت. يعني الار تي ايه مع البي دي ار ومع الدي ار بيبقى ايه ادجيسنت. تمام؟ اما انت مع الايه مع الدي ار اذرز اللي احنا بنسميه اللي هو عامه الشعب بتبقى ايه نيبر ايه ريليشن شيب. تبقى ايه نيبر ايه ريليشن شيب. تعالى اخر حته معانا النهارده في الجزئيه دي علشان ايه الناس تبتدي تركز، لان انا برضو مش عاوز ايه ازود لك في الايه في النقطه دي شويه. يعني ايه بنمشي خطوه خطوه مع بعض علشان نقدر اللي احنا نفهم، لان ده جزء كبير بيجي منه في الامتحان. دايما هتلاقي الاوس بيف مع الراوتنج عامه متغطي. يعني اي حد دخل الامتحان هيقول لك ايه ده كل الاسئله جايه لي اوس بيف وجايه لي مش عارف راوتنج وجايه لي فيلانات كتير وجايه لي مش عارف ايه. ففي حاجات كده معينه توبكس معينه تمام ما تيجي تذاكر بتركز عليها زي توبك مين الاوس بيف. تعال بص بيقول لك ايه النيبر ستيت. النيبر ستيتس الحالات اللي انا بمر بيها لحد ما اوصل لا اما اكون نيبر ريليشن شيب لا اما ابقى ادجيسنت ريليشن شيب. يبقى انا عندي لا اما اكون نيبر اهو ريليشن شيب لا اما اكون ادجيسنت ايه ريليشن شيب لا اما كده يا اما كده. بمر بكام حاله علشان اوصل سواء للنيبور او الادجيسنت؟ قال لك بتمر بايه؟ بشويه مراحل.
تمام بتمر بايه؟ بشويه مراحل. قال لك اول حاجه لما بتيجي في راوتر بايه موجود قصاد راوتر ثاني. راوتر موجود قصاد ايه؟ راوتر ثاني. اول حاجه العلاقه ما بيننا احنا الاثنين بتبقى دوري. تمام؟ دوري. اول حاجه ايه؟ دوري مفيش ايه؟ مفيش ريليشن شيب. بعد كده الراجل ده يبتدي يبعت الهلو. الراجل ده بيبعت هلو. هنعرف بعد كده اللي فيه عندك رسائل تمام باكتس بتاعت الايه الاوز بيف وهنشرحها ان شاء الله بالتفصيل في البارت 2 بتاع مين؟ بتاع الاوز بيف. يبقى اول حاجه الراجل ده بيبتدي يبعت مين؟ يبعت الهلو. اول لما يبعت الهلو بنتحول لايه؟ للانت. انت يعني ايه؟ بنعمل انيشاليزيشن. بنعمل ايه؟ انيشاليزيشن. الراجل ده يرد عليك بالهلو يقول لك هلو زي يقول لك سلام عليكم ايه؟ وعليكم السلام. كده احنا بقينا فين؟ في التو واي. اول لما بقينا في التو واي يبقى احنا كده في النيبور ايه؟ ريليشن شيب. هتقول لي طب التمب دي معناها ايه؟ قال لك التمب دي في شبكات ال ان بي ام اي. ال ان بي ام اي. كان عندك شبكات اسمها ال ان بي ام اي. لو انت ملاحظ لو انت كنت فاهم معايا من زمان في شبكات اسمها الايه؟ ال ان بي ام اي. اللي هو النون بروكاست مالتو ايه؟ مالتي اكسس. اللي هي كانت في الفريم ريلي. الشبكات دي بيحصل فيها الحاله اللي اسمها التمب. بيحصل فيها الحاله اللي اسمها التمب ليه؟ لان انت كان بيبقى عندك فريم ريلي. فريم ريلي سويتش بيبقى في السنترال. الفريم ريلي سويتش اللي في السنترال ده كان ممكن يحصل فيه مشكله ما تقدرش توصل للايه؟ للنيبور بتاعك. فلو ما قدرتش توصل للنيبور بتاعك كان بيتحول لك الحاله بتاعتك لانها التمب. انا مش قادر ابعت له الهلو. مش قادر ابعت له الايه؟ الهلو. لان ده سؤال بيجي في الامتحان. بقول لك الاتمب ستيت دي بتظهر في انهي توبولوجي؟ تمام؟ بتظهر في انهي توبولوجي؟ بتقول له بتظهر في توبولوجي ال ان بي ام اي اللي هو النون برودكاست مالتي ايه؟ مالتي اكسس. ده سؤال بيجي فين؟ في الامتحان. يبقى انت الطبيعي اول حاجه النيبور ستيتس بتاعتك اول حاجه بتبقى دوت. اول لما تبعت له الهلو بتتحول للانت انشاليزيشن. بعد كده الراجل رد عليك بتتحول للتو واي. يبقى انت كده ايه؟ تو واي خلاص هو رد ايه؟ رد عليا. فتحولنا بقينا نيبور ريليشن شيب. وده اللي كان بيحصل فين؟ لان في سؤال بيجي في الامتحان بيقول لك راوتر ار تي اي مع ار تي بي تمام كانوا عباره عن تو واي ريليشن شيب. ايه مدلولك للجمله دي؟ ايه مدلولك للايه؟ للجمله دي. يبقى الاثنين دول مع بعض هم عباره عن دي ار اذرز. ليه؟ لان احنا قلنا الدي ار اذرز بيقول له السلام عليكم والتاني بيرد عليه يقول له ايه؟ وعليكم السلام. بيجي يقول لك الستيتس بتاعتي في النيبر انا في التو واي. ايه مدلولك للجمله دي؟ مدلولي ان احنا كده احنا الاثنين مع بعض احنا ايه؟ احنا دي ار اذرز مع بعض. يبقى احنا ايه؟ دي ار اذرز ايه؟ مع بعض. طيب بعد كده بدانا نخش في المرحله اللي بعد كده، بعتنا نبتدي نشوف مين فينا الماستر ومين فينا السليف، يعني مين فينا اللي هيبتدي يبعت الحاجات بتاعته لايه؟ للثاني الاول. او هيبعت حاجه اسمها الايه؟ الداتا بيز ديسكريبشن. مين اللي هيبعت الداتا بيز ديسكريبشن؟ الداتا بيز ديسكريبشن ده عباره عن سمري للايه؟ للمعلومات اللي معاه. كل واحد هيبعت لي سمري للمعلومات اللي ايه؟ اللي عنده. وانا لو لقيت بالسمري بتاعه في معلومات ناقصه ما هيش عندي ابتدي ابعت له رساله اقول له ابعت لي الايه؟ المعلومات اللي ناقصاه. مين اللي هيبعت الداتا بيز ديسكريبشن الاول اللي هو الدي دي؟ احنا في مرحله الاكس ستارت بنحدد مين فينا الماستر ومين فينا السليف. مين فينا الماستر يعني ايه؟ يعني مين فينا الرئيس اللي هيبعت الاول ومين فينا السليف؟ قال لك بتحددها بناء على ايه؟ قال لك الاعلى في الراوتر اي دي بيتم انتخابه على انه الايه؟ على انه الماستر. يعني لو احنا الاثنين واحد فينا اربع وحيد والثاني كام؟ اربع اتنينات، يبقى مين فينا الماستر اللي هو بتاع مين؟ الاربع اتنينات. وده سؤال بيجي في الامتحان. بيقول لك امتى اللي انت بتنتخب الماستر والسليف؟ في انهي مرحله؟ في الاكس ستارت. يبقى انت في الاكس ستارت بتبتدي تشوف مين فينا الماستر ومين فينا السليف اللي هيبتدي يبعت الداتا بيز ديسكريبشن بتاعته الاول. هل هو الراجل ده النيبور ده ولا النيبور ايه؟ ولا النيبور اللي قصاده؟ مين اللي هيبعت الاول؟ تمام؟ اتفقنا؟ والراجل ده اللي هيبتدي يبعت فيبتدي يبعت الداتا بيز ديسكريبشن. الداتا بيز ديسكريبشن بتاعتك اللي هي عباره عن سمري للايه؟ للمعلومات اللي عندك. هتبتدي تبعت سمري المعلومات اللي عندك والراجل هيبتدي يبعت لك الايه؟ السمري المعلومات اللي عنده من خلال مرحله الاكس تشينج. يبقى الاكس تشينج اللي احنا بنبعت كل واحد بيبعت الداتا بيز ديسكريبشن بتاعته في مرحله الايه؟ الاكس تشينج. باشمهندس مروان اتفضل. هو معلش بس
في الجزء الاولاني كنت بس شويه ماشي. في الجزء اللي هو السليف والماستر، الجزء اللي هو بتاع ايه؟ الاكس ستارت؟ اه الاكس ستارت. الجزء اللي هو اللي قبليه على طول ال2 ايه، انا كده خلاص بقيت التوي خلاص بقينا نيبر مع بعض، بس لسه ايه ما عملناش اللي هي النيبر الحقيقيه بقى، اللي هو ايه اللي هو هات لي اللي عندك وانا اجيب لك الايه اللي عندي، لو نقعد نتكلم مع بعض بقى ونبتدي الايه نبادل المعلومات مع بعض. احنا لسه ما وصلناش للمرحله دي. يعني كلهم بدات اخش في الاكس ستارت، بدات اخش في الاكس ستارت، يبقى انا كده ايه بقول مين فينا الماستر، يعني مين فينا اللي هيبتدي بالكلام، انت ولا انا؟ احنا الاثنين كلام مع بعض، مين فينا بقى اللي ايه اللي هيبتدي بالكلام؟ تمام. يعني كل الراوترات بتوصل الاول لمرحله النيبر، وفي راوترات بتقف والراوترات بتكمل. اه في راوترات بتقف معاك زي مين؟ زي لو انت دي ار اذرز مع بعض بنقف عند المرحله دي. لكن لو احنا بعد كده بنعمل ادجيسنت ريليشن شيب بننزل لمرحله الاكس ستارت. الاكس ستارت اللي احنا بنبتدي نعمل ايه بقى؟ نقول فين مين فينا الماستر اللي هيبتدي هو ايه يبعت الايه اللي عنده الاول. من خلال اللي هو نعمل نيجوشيشن ونشوف مين فينا الماستر ومين فينا الايه؟ السليف، من خلال الاعلى في الراوتر اي دي هو اللي بيتم انتخابه على انه ايه؟ على انه ماستر. طيب بعد كده الراجل تم انتخابه على انه ماستر، بيبتدي يبعت، بنبتدي بقى نبعت لبعض الداتا بيس ديسكريبشن في مرحله الاكستشينج. يبقى مرحله الاكستشينج بنبتدي نبعت لبعض سمري، السمري ده بيبقى عباره عن كل الايه المعلومات اللي عندي، بس ببعتها في داتا بيس ديسكريبشن قبل ما ابعت لك المعلومه كامله. ببعت لك معلومات ملخصه على اللي عندي، وانت تبعت لي معلومات ملخصه على اللي عندك. وبعد ما تبعت المعلومات الملخصه ابتدي اطلب منك الايه الحاجات اللي ناقصاني، بطلبها من خلال لينك ستيت ريكويست. ببعت لك حاجه اسمها لينك ستيت ريكويست، ابتدي اطلب المعلومات الكامله عن الحاجات اللي ايه اللي ناقصاني، اللي عندك انت وايه ومش عندي. وبعد كده تبتدي انت تبعت لي اللينك ستيت ابديت، تبعت لي الابديت، تبعت لي المعلومه على طول مباشره. بعد ما تبعت لي المعلومه اقول لك لينك ستيت اكنولجمنت، انا خلاص ايه اخدت المعلومه منك، تمام، اللي هي لينك ستيت ايه اكنولجمنت. طيب مرحله اللينك ستيت ريكويست واللينك ستيت ابديت بتبقى عباره عن اسمها مرحله اللودنج. لودنج يعني ايه؟ يعني كلنا لسه بنتبادل مع بعض وبناخد المعلومات اللي ناقصانا من بعض، تمام. بعد ما عملنا لينك ستيت اكنولجمنت بنوصل لمرحله الفول ستيت، اللي هو دايما الفول ستيت اللي انت بتبقى دايما مع انت ومين، انت والدي ار او انت والايه والبي دي ار، تمام. بتوصل معاه لمرحله الايه الفول ستيت، مرحله الايه الفول ستيت. يبقى انت كده تعالى نراجعها من الاول مع بعض. داون، بعد كده بعت هالو، بقيت انيشاليز انت، بعد كده رد عليا بالهالو، بقينا تو واي، وصلنا لمرحله النيبر ايه ريليشن شيب. بدانا نبص مين فينا اللي هيبعت الاول الملخص اللي عنده، هنعمل ايه اكس ستارت، مين فينا الماستر ومين فينا السليف. الاعلى في الراوتر اي دي هو اللي هيتم انتخابه على انه ماستر. بعد كده خلاص عرفنا من الماستر، بنبتدي نتبادل مع بعض الداتا بيس ديسكريبشن من خلال مرحله الاكس تشينج. انت بتبعت لي ملخص على اللي عندك وانا ببعت لك ملخص على اللي عندي. وبعد كده نبتدي نشوف انا ناقصني ايه؟ ناقصني شويه حاجات ايه عندك وايه ومش عندي. ببتدي ابعت لك لينك ستيت ريكويست، بطلب منك الحاجات او المعلومه الكامله عن الحاجات اللي ناقصاني، تمام، وانت بترد عليا باللينك ستيت ابديت. بعد كده بقول لك خلاص ايه؟ شكرا، انا اخدت الايه؟ اللينك ستيت اللي انت بعته، كده ايه اكنولجمنت. كل اللي كان بيحصل اللي هو لينك ستيت ريكويست، لينك ستيت ابديت، لينك ستيت اكنولجمنت، ده كله كان لودنج. بعد كده خلصنا كل حاجه وابتديت اعرف كل المسارات اللي عندك والمعلومات اللي عندك، وبقينا الداتا بيز او بدانا نعمل سينكرونايزيشن مع بعض، وكلنا عرفنا كل حاجه عن بعض. بنبتدي ندخل في مرحله الفول ستيت، وكده بنتحول للادجيسنت ايه ريليشن شيب. في سؤال دايما مشهور بيجي في الامتحان، بيجي يقول لك ايه الباكتس بتاعت الاوز بيف؟ الباكتس بتاعت الاوز بيف، لو انت لاحظت انا اول لما قلت كان في رساله هالو، يبقى دي اول باكت، اول باكت اسمها ايه؟ هالو. ثاني باكت داتا بيس ديسكريبشن، اسمها ايه؟ داتا بيس ديسكريبشن. ثالث باكت اللينك ستيت ريكويست، تمام. رابع باكت لينك ستيت ابديت. خامس باكت لينك ستيت اكنولجمنت، عشان ده سؤال بيجي في الامتحان. ويجي طبعا يحط لك في النص كده في الامتحان. ممكن تاني الباكتس بس بتاعت الاوز بيف؟ باكتس اول حاجه الهالو، يبقى اول رساله اسمها الهالو، تمام. وهنعرف ان شاء الله في البارت 2 الهالو دي نظامها ايه وايه التايمرز بتاعتها. يبقى اول رساله الهالو، تمام. بعد كده او اول باكت اسمها الهالو، ثاني باكت اسمها الدي دي داتابيس ديسكريبشن، ثالث باكت لينك ستيت ريكويست، رابع باكت لينك ستيت ابديت، خامس باكت لينك ستيت اكنولجمنت،
ودايما بيجي سؤال في الامتحان يقول لك مالتيبل تشويس اختار الباكتس بتاعت الاوز بي اف، هم كام باكت يسالك عليهم؟ هل هم خمسه ولا اربعه ولا كام؟ تبي تقول له خمسه. لو جه قال لك اختار ايه الباكتس ويحط لك في النص لينك ستيت ادفرتايزمنت، تمام، يحط لك في النص كده باكت كده ايه يلخبطك اسمها ال اس اي، فانت مش هتختارها وهتختار الهالو والدي دي والال اس ار والال اس يو والال اس اي تكنولوجي، تمام كده؟ يبقى هنا ده الايه؟ ده او احنا كده يعتبر ايه؟ يعني وصلنا لايه؟ لجزء متقدم في الايه؟ في الاوز بيف، يعني الاوز بيف فيرجن ايه؟ فيرجن 2. تمام؟ ان شاء الله نتقابل في ايه؟ في البارت 2 بتاع مين؟ بتاع الايه؟ الاوز بيف بتاعك.